جديرة بأداء سيدة الغناء السيدة أم كلثوم. فالنهاردة في بسملة بنتنا هي دربت معانا كتير وطلعتها قبل كده في حفلات، بس كانت بتقول حاجات خفيفة عشان كانت لسه سنها صغير شوية. النهاردة هي شوية كبرت وخدت خبرة أكتر، فالنهاردة بدفع بيها في أعمال تقيلة سيدة الغناء أم كلثوم، وإنها كمان هتختم الحفلة، وده برضك شيء بالنسبة لسنها بيعتبر كبير، ولكن ثقتي الكبيرة فيها هي اللي خلتني أقدمها بهذا الشكل، وإن شاء الله هتكون إعجاب الجمهور. دائما وأبدا بنحب نعرف الجمهور على أعمال يعني في أعمال ينسبها كويس أوي بتكون دائما بتقدم من خلال الفرق الموسيقية، ولكن إحنا بنحب أنا في كلثوميات إن إحنا نقدم الأعمال، لو جاز لي التعبير إن أنا أقول الأعمال مستهلكة، يعني بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نقدم أعمال وكل الجمهور ما بيسمعهاش دايما بيكتب بقى عليها، وتبقى بالنسبة لنا إحنا أعمال صعبة، واللي بيأديها برضه بتبقى حاجة صعبة بالنسبة له، ولكن إحنا بنتعب علشان نقدم هذه الأعمال يعني تقيلة. ويمكن ده هو اللي بيميزنا وبيميز الكلثوميات، والناس بتحضر عشان كده، لأن بنقدم حاجة مختلفة عن اللي بتقدم في أي مكان يعني. حفلة كلثوميات من الحفلات الدورية اللي احنا بنراعي اللي احنا نعملها دايما، لان الجمهور دايما طالبها، وكمان احنا كمطربين بنحبها جدا، يعني بنتهافت على المشاركة فيها. فكلثوميات من اهم الحفلات في الاوبرا، وطبعا الست ام كلثوم يعني مش محتاجة كلام مننا، هي قامة كبيرة. النهاردة حاولنا نختار أغاني شوية لايقة على الجو الرمضاني زي القلب يعشق كل جميل، والحمد لله الجمهور انبسط جدا بالأغاني. اختيار الأغاني احنا زي ما قلت لكم، أنا حاولت أنا والمايسترو نختار أغاني شوية لايقة على الجو الرمضاني، فاخترنا القلب يعشق كل جميل، وحطينا معها أغنية أروح لمين كأغنية طربية كلامها خفيف، أغنية من الأغاني اللي الناس بتعجب بيها يعني. عملنا بروفاتنا، ذكرت طبعا كذا مرة الأغاني، لأن دايما أغاني أم كلثوم حتى لو مغنيينها قبل كده بتحتاج دايما أن احنا نذاكرها تاني وتالت وكل مرة، علشان بيبقى فيه ما بين السطور لازم ندقق عليها. حضراتكم موجودين معنا النهاردة في حفلة كلثوميات. الحفلة دي بتقدم ضمن سلسلة حفلات بتقدم شهريا في معهد الموسيقى العربية، بالإضافة لكلثوميات عندنا وهابيات، وعندنا فرقة الموسيقى العربية للتراث، وحفلات أخرى من النشاط الدوري لدار الأوبرا المصرية. في الحقيقة النهاردة عندنا الحفلة قيادة الموسيقار الكبير صلاح مباشي، بمشاركة الفنانة صابرين النجيلي والفنانة بسملة كمال. في الحقيقة دايما دار الأوبرا بتهتم بالنشاط الخاص بالحفلات داخل المعهد. النهاردة حضرتك كلثوميات يعني بتقدم شهريا ضمن الحفلات اللي بتقدم كل شهر، فحضرتك مع تنوع السوليستات اللي موجودين في دار الأوبرا المصرية وتنوع الأغاني الخاصة بسيدة الغناء العربي سيدة أم كلثوم، حضرتك النهاردة في زي ما قلت حضرتك الأغنيتين لبسملة كمال، الفصلين سوري لبسملة كمال والصابرين النجيلي النهاردة بيقدموا على فصلين في دار معهد الموسيقى العربية. حريص دايما على حضور حفلات فرقة التراث نمرة واحد، ثم طبعا كلثوميات وهابيات، والمايسترو طبعا صلاح مباشي. كلثوميات الحقيقة بتقدم لنا أصوات جميلة جدا جدا جدا، منهم النهاردة مثلا على سبيل المثال بسملة كمال بنت واعدة وصاعدة وصوتها جميل جدا، وهتقدم أغنيتين يمكن حلوين جدا، غلقة صالح في روحي وأغنية تانية مش فاكرها دي يا ظالمني، وعندنا صابرين النجيلي. وبنشوف دايما في كلثوميات أصوات الحقيقة ممتازة، يعني يمكن أقولك أن المعهد هنا بيحتضنهم، ويريد دار الأوبرا كمان تحتضنهم، لأنه دي أصوات أنا بعتبرهم أصوات نادرة بصراحة يعني. المصري صلاح غباشي طبعا في غنى عن التعريف، ابن الاوبرا يعني، نقول ايه يعني، اي فرقه
بتبقى الجمهور نفسه بيستمتع بقيادته للفرقة. نحاول على قد ما نقدر نبقى أحسن في الأغنية ونأديها بطريقة كويسة وإن شاء الله نعجب الناس إن شاء الله بإذن الله. هو اللي بيختار الأغاني بالضبط في كلثوميات بيبقى المايسترو. هنأدي إيه أحسن وإيه اللي يليق دلوقتي وإيه اللي يليق مع الناس مع الجو دلوقتي يعني. طبعا بنعمل الاستعداد بتاعة الحفلة بنعمل بروفات قبلها بيوم وبنظبط الدنيا من ناحيتي ومن ناحية الموسيقيين فهكذا بس مش أكتر. بنخلص بقى طيب. هو طبعا استعدادي انا بيبقى كل يوم بيبقى بغني الاغنيه وبسمعها لنفسي وبسمعها كويس عشان خاطر اديها كويس جدا وابقى عند حسن ظن الناس. طبعا ما فيش حد يقدر يوصل لام كلثوم كده بس برضو لازم يبقى في فنان كل واحد وبصمته كل واحد ويجرب احساسه هو تعبيره هو عربه حاجاته تاتشاته يعني بنسميها عندنا تاتشاته.